السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباء الأطفال، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ألتقي بكم مجددا كي نتابع دروسنا عن بعد، ودائما مع أنشطة تكوينية في المواد التالية: اللغة العربية، الرياضيات، والتربية الإسلامية. إذن لنبدأ على بركة الله ومع المادة الأولى، اللغة العربية. ودائما أعزائي الأطفال، مع حكايتنا المشوقة الأرنب والثعلب. وقبل بدء الأسئلة، أطلب منكم أعزائي الأطفال أن تعيدوا الاستماع مرة أخرى للحكاية لكي تستطيعوا الإجابة على الأسئلة المتبقية. إذن ننتقل الآن للنشاط الرابع، والسؤال يقول: أصل كل شخصية باسمها. لدينا هنا ثلاث شخصيات، ولدينا هذه الأسماء: الدب، الأرنب، الديك. إذن قوموا بإيصال كل شخصية باسمها المناسب. سأترك لكم مهلة للتفكير. ننتقل الآن للجواب الصحيح. أحسنتم أعزائي الأطفال. إذن والآن مع النشاط الخامس، والسؤال يقول: أصل الصورة بما يناسب. إذن لاحظوا هذه الصورة جيدا. لدينا مجموعة من الجمل: مر كلب فرأى الأرنب، خاف الثعلب وهرب، علم الديك قصة الأرنب. إذن أعزائي الأطفال، ما هي الجملة المناسبة للصورة؟ أعيد قراءة الجمل: مر كلب فرأى الأرنب، خاف الثعلب وهرب، علم الديك قصة الأرنب. إذن فكروا جيدا، وسأترك لكم مهلة للتفكير. نمر الآن للجواب الصحيح. ممتاز. إذن خاف الثعلب وهرب هي الجملة المناسبة للصورة. ننتقل الآن للنشاط السادس، والسؤال يقول: أضع علامة في خانة صورة نهاية الحكاية. أعزائي الأطفال، لدينا هنا ثلاث صور أو ثلاث مشاهد من الحكاية. إذن ما هو المشهد الذي يدل على نهاية الحكاية؟ فكروا جيدا. إذن الجواب هو: ممتاز، هو المشهد الثاني، هو الذي يدل على نهاية الحكاية. ننتقل الآن لمادة أخرى، وهي الرياضيات. ومع النشاط الثالث، السؤال يقول: ألاحظ الرسوم كل مرة وأكتب الرمز المناسب، زائد أو ناقص، وأحسب وأكتب النتيجة. لدينا هنا العدد 7، ولدينا العدد 3، إذن ما هو الرمز المناسب الذي سنكتبه هنا؟ أيضا أعزائي الصغار، قوموا بحساب المجموع. أيضا لدينا هنا العدد 2، ثم لدينا العدد 6، ما هو الرمز الذي سنضعه هنا؟ أيضا اكتبوا النتيجة هنا، أي حساب المجموع. هنا لدينا العدد 10، وهنا العدد 6، ما هو الرمز الذي سنضعه هنا؟ وأيضا قوموا بحساب المجموع. سأترك لكم مهلة للتفكير. إذن الجواب هو: ممتاز، 7 + 3 = 10. أحسنتم. نعم، 2 + 6 = 8، وأخيرا 10 - 6 = 4. ممتاز أعزائي الأطفال. ننتقل الآن للنشاط الرابع، والسؤال يقول: أحسب وأكتب عدد الأقراص. إذن قوموا بحساب عدد الأقراص الموجود في المجموعة الأولى، وأيضا قوموا بحساب الأقراص الموجود بالمجموعة الثانية. إذن نمر الآن للجواب الصحيح. إذن في المجموعة الأولى عدد الأقراص هو 23. أحسنتم. وفي المجموعة الثانية عدد الأقراص هو 25. ممتاز أعزائي الصغار.
والآن مع مادة التربية الإسلامية ومع النشاط الثالث والسؤال يقول: أضع علامة في فوق الصورة المناسبة. أقرأ الفاتحة. إذن لدينا هنا ثلاث صور. ما هي الصورة التي تدل على أن الطفل يقرأ سورة الفاتحة؟ هل الصورة الأولى أم الصورة الثانية أم الصورة الثالثة؟ إذن الجواب هو الصورة الثالثة، هي التي تدل على أن الطفل يقرأ سورة الفاتحة. ننتقل الآن للنشاط الرابع والسؤال يقول: ألون بطاقة كل صورة قصيرة. لدينا هنا مجموعة من الصور: الناس، البقرة، الفلق، الإخلاص، النساء والكوثر. إذن أعزائي الصغار، قوموا بتلوين الصور القصيرة فقط. إذن الآن نمر للجواب الصحيح. إذن صورة الناس، صورة الفلق، صورة الإخلاص، وأيضا صورة الكوثر. أحسنتم. ننتقل الآن للنشاط الخامس والسؤال يقول: ألون. إذن أعزائي الأطفال، ستقومون بتلوين صورة الفاتحة. ألون داخل الإطار فقط. ممتاز، أحسنتم أعزائي الصغار. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.